بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله كده. هتكلم على شوية نوتس تخص الوحدة الأولى والتانية وكمان الخمسة. مش عارف بقى مين قبل مين، بس ايه حسب اللي يجي كده في دماغ الواحد بأمر الله تعالى. يا رب سمي الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى ربط اللي من لساني. بسم الله. لو جينا بصينا أول حاجة نتكلم على كلمة مست. كلمة مست اللي احنا شايفينها دي طبعا عشان تيجي اللي احنا عارفينه عنها، عايزة قبلها ز وعايزة بعدها كمان صفة، صفة ثم موصوف، ده اللي احنا عايزينه. يعني لو جيت قلت لك كده she is the most beautiful girl، هي أجمل بنت in our class، في الفصل بتاعنا. لو جينا بصينا بقى ادي ذا وادي مست وادي عندي الصفه وادي عندي الموصوف، كده مست بتاعت مقارنه احسن التفضيل او السوبرلاتيف اللي طبعا درجه الثالثه من المقارنه. طيب تعال كلمه مست دي لو انت شفتها كده، لو جت من غير الزا واتحط بعدها صفه بس، واتحط بعدها صفه وما فيش موصوف، اعرف ان دي كده بتساوي كلمة very. لو قلت لك كده this film، هذا الفيلم، قال لك is most interesting، يعني هذا الفيلم ممتع جدا. this film، هذا الفيلم is most interesting، رائع رهيب جميل. اذا هنا كلمة most كأنك بالظبط قلت كلمة very. يبقى عشان نحط كلمة most خلي بالك منها، عشان تحط ذا موست، عشان تحط ذا موست لازم تتاكد ان عندك صفه ثم موصوف. كلمه موست بقى لو انت شلت الديكور ده وسبتها هي والصفه، يبقى موست هنا زي كلمه فيري بالظبط. تعال نكمل كده مع بعض. لو انا جيت قلت مثلا قال لك فوتبول، كره القدم، قال لك از، قال لك موست، قال لك بوبيولار، قال لك اول اوفر ذا وورلد. تعالى فوتبول كرة القدم از موست، ادي موست اهي معاها صفة من غير الديكور بتاعها ذا وبعدها صفة مفيش موصوف. اذا لو جينا بصينا هنا ادي موست بوبيولار الصفة بتاعتي معاها، اسف كلمة موست معاها الصفة، اذا هنا بمعنى فيري، معنى الكلام كرة القدم مشهورة جدا شائعة جدا في جميع أنحاء العالم. بالله عليكم نركز، ملاحظات مهمة جدا، ملاحظات مهمة جدا. طيب نيجي لحتة تانية. لو أنا جيت قلت لك كده عندي طبعا زي، أنا عندي زي دي اللي أنا عارفها عايزة بعدها صفة فيها إي إس تي، بس خلي بالك إن أنت هنا بتقارن آسف بتفضل حاجة عن مجموعة. طب إحنا ممكن نحط عندي إزاي؟ ممكن نحط عندنا آدي إزاي بتاعتنا وراها صفة إي آر، بس ذا كذا اوف ذا تو اوف ذا كابل اوف ذا توينز. طيب خلي بالك ان كلمه ذا 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 يعني بتتكلم في اتنين، ما دام اتنين اذا دي مقارنه، اذا لازم الصفه بتاعتي فيها اي ار. طيب لو انا جيت لعبنا كده قال لي علي از ذا تولر اوف ذا تو فريندز، اذا هو بيتكلم في اتنين ذا تو فريندز. خلي بالك ممكن الجمله يحط حاجه يغير المعنى تماما ويغير القاعده. اذا ذا تو فريندز، ذا تو فريندز يعني علي از ذا تولر اوف ذا تو فريندز، علي هو الاطول في الاتنين، اذا هما اتنين. طيب لو انا جيت قلت لك علي از ذا نوت اوف هيز تو فريندز، صحابه الاثنين، اذا علي هنا كان فوق هما اثنين بس، اما هنا ادي علي ومعاه كمان اثنين اصبحوا ثلاثه، مش هما اثنين، ما دام ثلاثه صفه احسن التفضيل هتبقى ذا تولست. ركز في الحاجات دي كويس جدا، ركز في الحاجات دي كويس جدا. تعالى نكمل مع بعض. قلنا قبل كده لما صفات المقارنه اللي عندي كلمه زين مع الصفه بتاعتي فيها اي ار، وادي عندي صفه طويله
لامور او لس، وبعد كده عندي صفه طويله. لما القاعده تيجي كامله قلت لك في عندي 7 كلمات، هذه الكلمات لا تؤثر على القاعده ولكن تدي معنى، اللي هي كلمه الوت، كلمه ماتش. ما ينفعش الوت اوف ولا ينفع مين، لازم كلمه الوت، ما ينفعش الوت بس. كلمه ابت، كلمه اليتل، كلمه سلايتلي، كلمه ايفن، كلمه فار. كل هذه الكلمات اللي انت شايفها ديت، كل هذه الكلمات، اسف، كل هذه الكلمات تتحط قبل القاعده بتاعت المقارنه لو جت جنب. الكلمات دي بتضيف معنى، الوت وماتش يعني كتير، ابت اليتل اسلايتلي يعني قليل. خلي بالك لازم الكلمه زي ما هي، لو نقصت حرف باظت، لو نقصت حرف باظت. يعني لو انا جيت قلت كده البي ام دبليو كارز، عربيات البي ام دبليو، قال لك از فار اكسبنسيف زان اني اذر كارز. لو جينا بصينا ادي عندي، ادي زان، انا اسف غلطت، عدت، فار مور اكسبنسيف، ادي عندي، ادي كلمه زان قبلها صفه طويله وادي كلمه مور، عشان كده ما دام القاعده كامله ممكن نحط واحده من السبعه دول. فار يعني الفرق كبير في الغلو، الفرق كبير في الغلو، الفرق كبير في الغلو. طيب نكمل مع بعض. سمي الله، احنا قلنا قبل كده ان كلمه ايفر اللي انت شايفها دي في درس المضارع التام، قال لك قلنا ان كلمه ايفر بتيجي في السؤال عشان تسال عن خبره سابقه، وقلت لك ان كلمه ايفر لما تيجي في الصفات بيتحط قبلها مقارنه صفات من الدرجه الثالثه اللي هي ذات ثم صفه اي اس تي، او طبعا موست او ليست اللي معاها صفه طويله. لو انا جيت قلت لك كده، قال لك ذيس از ذا موست اكزايتنج فيلم اي هاف ايفر سين. جمله جميله. ادي عندي ايفر لما تيجي كده اهو، اعرف ان اكيد قبلها مقارنه صفات من الدرجه الثالثه. طيب لو انا جيت قلنا، انا اخد حته برضك كده في المضارع التام، احنا اتفقنا مع بعض، قالك عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل، عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل، عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل، عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل. فكر هنا في حاجه، لما عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل، خلي بالك ان انت هتستخدم يا مضارع تام عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل. لما يقول لك عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل، اذا عندك يا مضارع تام اللي هو هاف اواز زائد تصريف تالت للفعل، او ماضي تام هاد زائد التصريف التالت للفعل. بس المشكله بقى ان جمله المضارع مضارع وجمله الماضي ماضي. يعني لو قلت لك كده، قال لك ات از ذا فيرست تايم اي هاف فيزيتد لندن، دي أول مرة أزور فيها لندن. طيب تعال، أدي عندي عشان إز حطينا مضارع تام، وهنا فيرست تايم، قال لك سكند تايم، ثيرد تايم، ما دام في عندي عدد مرات تكرار الفعل، ما دام عندي عدد مرات تكرار الفعل، ما دام عندي عدد مرات تكرار الفعل، إذا يا مضارع تام يا ماضي تام. هنلعب حاجة بسيطة، لو قلت لك كده إت ووز ذا فيرست تايم أي هاد فيزيتد، انا زرت، اذا بقت هات لان عندي هنا ووز. اذا ما دام بنقول عندي عدد مرات تكرار الفعل، يبقى يا مضارع تام يا ماضي تام، بس جمله المضارع مضارع وجمله الماضي ماضي. جميل، تعال نبص كمان على حته كمان. لما نيجي نتكلم بسم الله في زمن الماضي التام المستمر، الماضي التام المستمر لو بيكون من هات زائد بين زائد الفعل زائد الانجي. طب الماضي التام المستمر بيعبر عن ايه؟ الماضي التام المستمر بيعبر عن حدث كان مستمرا في زمن الماضي، خلي بالك كان مستمرا في زمن الماضي، وظهر حدث اخر في حدث اخر ظهر اثناء استمراره، ظهر اثناء استمراره وبسبب استمراره. لازم المعنى ده، لازم المعنى ده يتوفر في جمله، ان الحدث ده كان مستمر وفي حدث اخر ظهر اثناء استمراره وبسبب استمراره. وفي حاجات بتساعد على اختيار الماضي التام المستمر، لو الجملة فيها كلمة فور أو فيها عندي سينس
او في عندي كلمه تقول ووراها مده زمنيه، وانت مغمض عينك هتختار يا اما ماضي تام مستمر او مضارع تام مستمر. بس جمله الماضي ماضي وجمله المضارع مضارع. يعني ايه؟ لو انا جيت قلت لك كده، قال لك it not been raining، قال لك before I went home. لو انا جيت بصيت، معلش ثانية واحدة نسيت حاجة، ثانية واحدة، it اغير بس اللون، قال لك it not been raining all day before I went home. لو جينا بصينا عندي، ادي احط عندي ادي هاز وادي هاز، مش هحط حاجه تانية. قال لك it not been raining all day before I went home، ادي كلمه all بدل ما وراها مده زمنيه، يبقى يا مضارع تام مستمر يا ماضي تام مستمر، وانا مش عندي الا هاز وادي عن اد وادي هاز. جمله الماضي ماضي وجمله المضارع مضارع، ادي عندي كلمه وانت ايه، اذا بنتكلم في ماضي يبقى اختار ماضي تام مستمر. تعالى كده مثال كمان، قال لك she not for 3 hours، قال لك before she became tired. اداني في اختياراتي has been working وادي had been working وادي كمان had worked. تعال لو جينا بصينا، ادي فور اللي بعدها مدة زمنية، يبقى يا مضارع تام مستمر يا ماضي تام مستمر، اذا كده كده مستمر بسبب المدة الزمنية، اذا دي بعيدة خالص. لو جينا كملنا الجملة، ادي عندي بيكيم يعني بتكلم في زمن ماضي، يبقى جملة الماضي ماضي وجملة المضارع مضارع، اذا بتكلم في ماضي اذا ما ينفعش مضارع تام، هيبقى ماضي تام مستمر، هيبقى ماضي تام مستمر. مثال كمان، قال لي زير وير فلادز، يعني كان في فيضانات، قال لك because لانها it not for 3 days لمدة 3 ايام. اداني في اختياراتي had been raining الدنيا كانت بتمطر، وادي had rained، وادي كمان has been raining. نصلي على رسول الله يا بركة رسول الله. لو جينا بصينا، ادي فور وراها مدة زمنية، مدام فور وراها مدة زمنية او قول، اذا اكيد يا مضارع تام مستمر يا ماضي تام مستمر، اذا ما فيش عندي مضارع اسف. لو انا عندنا مدة زمنية يا ماضي تام مستمر يا مضارع تام مستمر، اذا دي مستبعدة. لو جينا ركزنا، ادي عندي وير جملة الماضي ماضي وجملة المضارع مضارع، يبقى الحل بتاعي had been raining. كلمة وير دي لو كانت ار كانت هتبقى has been raining، هتبقى has been raining. يا ريت نكون ركزنا وفهمنا الحتة دي. مثال كمان لو عايزين، تعال قال لك زي ثانية واحدة، زي not all day so they felt tired. عندي بلايد وعندي هاد بلايد وادي هاد بين بلاينج وادي كمان هاز بين بلاينج. تعالى كده بص على الجمله، ادي كلمه اول وراها مده زمنيه، يبقى يا مضارع تام مستمر يا ماضي تام مستمر، اذا مستمر لا ده ولا ده، فلت ماضي يبقى نختار ماضي تام مستمر، ماضي تام مستمر. طيب نصلي على رسول الله بقى. لو انا جينا قلنا كده،
قال لي إثارة not hard so she felt tired. ادي بقى عندي ادي had worked وادي had been working كده. تعال اولا مش هكتب مضارع تام مستمر، بدام الجملة ماضي يبقى عايز يا ماضي تام مستمر يا ماضي تام. هنا مفيش كلمة all ولا for ولا since، يعني عايزك تبص في المعنى. ماضي التام المستمر بيعبر عن ايه؟ حدث كان مستمر وفي حدث تاني، الحدث التاني ده ظهر اثناء استمراره وبسببه، ظهر اثناء استمراره وبسببه. لو جينا بصينا البت سارة كانت بتشتغل بجد وحست بالتعب، اذا هي حست بالتعب اثناء العمل وبسبب العمل، اثناء العمل وبسبب العمل. اذا لو شالك اول وفور وسنس عايزك تركز، بص الجمله كويس جدا. قال لي ساره هارد سو شي فيلت تاير، اذا هاد بين وركينج، لان طبعا هي كانت شغاله وحست بالتعب اثناء الشغل بتاعها وبسبب الشغل بتاعها. تعالى كده مثال كمان. قال لي ذا ستريتس يعني الشوارع وير ويت بيكوز، قال لك ات نوت هارد، ادانا كده هاد ريند نطرت وادي هاد بين ريننج. صلي على رسول الله كده ذا ستريتس وير. لو جينا بصينا انا ما كتبتش ولا هكتب كمان، ادي هاز ريند وادي has been raining. تعال لو جينا بصينا ادي الجمله بتاعتي ماضي، ما دام جمله ماضي يبقى جمله الماضي ماضي وجمله المضارع مضارع، يبقى دي بره اللعبه تماما. هنا بقى الفرق معانا، قالك الشوارع اتبلت ميه بيكوز ات نوت هارد، لان كانت بتمطر، اذا الشوارع اتبلت مطره اتبلت ميه اثناء المطره وبسبب مش بعد، اثناء وبسبب، ما دام اثناء وبسبب اذا يبقى ماضي تام مستمر، ماضي تام مستمر. يا رب نكون ركزنا في الحاجات دي وفهمناها. ده بالنسبه للماضي التام والماضي التام المستمر. طيب احنا كمان قلنا عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل، عند ذكر عدد مرات تكرار الفعل، لو في عدد مرات تكرار الفعل اذا اكيد يا ماضي تام يا مضارع تام، وجمله الماضي ماضي وجمله المضارع مضارع، وعدد المرات بكذا شكل بكذا شكل. يعني لو قلت لك كده I not three cups of tea before I slept قبل ما انام، اداني بقى had drunk وادي had been drinking. طيب ادي before اهي، عايز بعدها ماضي بسيط وعايز قبلها ماضي تام، عايز بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي تام. الماضي التام يا تام يا تام مستمر، وانا عندي عدد مرات تكرار الفعل، عدد مرات تكرار الفعل، اذا تبقى هاد درانك. اذا ما دام الراجل داني عدد مرات تكرار الفعل اذا بنختار ماضي تام وليس ماضي تام مستمر. ونفس الكلام عدد مرات تكرار الفعل يا مضارع تام يا مضارع تام يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر، يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر، بس جملة المضارع مضارع وجملة الماضي ماضي. يا رب نكون استفدنا من الحاجات دي. عندي كمان جزئية أو ناخد مثال كمان على حتة عدم رضيت. لو قلت لك كده how many countries كم عدد الدول not you before you were 10 قبل ما يكون عندك 10 سنين. هناخد هنا had you visited وادي had been visiting. لو جينا بصينا visiting بالاي ان جي، ادي عندي بيفور وادي عندي ماضي بسيط، يبقى كده بلا ماضي تام او ماضي تام مستمر. بيقول لك هاوميني يعني بيسال عن عدد مرات تكرار الفعل، يعني بيقول لك الفعل ده اكتمل كم مره، ما انا عشان اعد الفعل اكيد لازم يكتمل،
اذا ما دام بسال عن عدد مرات، طول ما في عدد مرات بيسال عنها قالها لك، اذا قالها لك بيسال عنها، يبقى عايز ماضي تام وليس ماضي تام مستمر. عايز ماضي تام وليس ماضي تام مستمر. عايز ماضي تام وليس ماضي تام مستمر. نكمل مع بعض حته بقى مهمه. بنيجي على افعال الشعور والاحساس. طبعا انا بقرا الحته دي قوي، اوعى تقول افعال الشعور والاحساس حفظ. احنا هنحط الفعل، الفعل ده هنحطه في الجمله. لو الفعل ده في حركه حسب معناه في الجمله حط له اي ان جي. تاني افعال الشعور والاحساس، مفيش حاجه اسمها افعال الشعور والاحساس، المعنى بتاع الفعل بجمله. لو الفعل ده يعني حسب معنى الفعل، حسب معنى الفعل في الجملة، حسب معنى الفعل في الجملة. لو الفعل ده في حركة حط له اي ان جي، حسب معنى الفعل. لو الفعل ده ما فيهوش حركة يبقى ما فيهوش اي ان جي، ما فيهوش اي ان جي. خلي بالك معنى الفعل، معنى الفعل. تعال لو انا جينا بصينا معنى الفعل في الجملة، معنى الفعل في الجملة، معنى الفعل في الجملة، معنى الفعل في الجملة. لو انا جيت قلت كده كلمة نو، نو يعني يعرف، كلمة نو اللي انت عارفها ده يعني يعرف. لو انا جيت قلت كده she has been knowing علي for 3 years، كده دي الجملة غلط. ليه؟ ركز. لو انا جيت بصيت عندي كلمة نو يعني يعرف، نو يعني يعرف. الفعل ده في الجملة بمعنى عارف، هل الفعل ده في حركة؟ لا ما فيهوش حركة، إذا ما ينفعش يتحط فيه ان جي، إذا ما ينفعش إطلاقا يتحط مضارع تام مستمر، ما ينفعش يتحط مضارع تام مستمر، فيتحط مضارع تام بس، ولا ينفع يتحط ماضي تام مستمر، هيبقى ماضي تام بس. إذا أفعال الشعور والإحساس أوعى تقول عليها أفعال شعور وإحساس. أنت عندك الفعل حسب معناه في جملة، لو الفعل ده في حسب معناه في جملة في حركة حط له اي ان جي. لو الفعل ده حسب معناه في جملة في حركة حط اي ان جي. مفيش حركة يبقى مفيش اي ان جي. وبدل مفيش اي ان جي يبقى هيكون يا مضارع تام يا ماضي تام. حطه في الزمن الثاني المقابل ليه بس من غير اي ان جي. يعني بدل ما يبقى مضارع مستمر هيبقى مضارع بسيط. بدل ما ماضي مستمر هيبقى ماضي بسيط. بدل ما مضارع تام مستمر هيبقى مضارع تام بس. بدل ما يبقى ماضي تام هيبقى ماضي تام بدل ما ماضي تام مستمر هيبقى ماضي تام بس. اذا تاني افعال شعور احساس، مفيش حاجه اسمها افعال شعور احساس، مفيش. حسب معنى الفعل في جمله، حسب معنى الفعل في الجمله. تعال لو انا جينا بصينا قال لك رامي فور 3 اورز اباوت the problem. عندي بقى has sink، اسف has suit، ولا has been thinking. صلي على رسول الله. لو جينا بصينا كلمة sink اللي انت شايفها دي لو جت بمعنى يفكر غير ما كلمة sink بمعنى يعتقد. لو انت حطيت الفعل يعتقد، هل يعتقد ده في حركه؟ ما فيهوش اي حركه، يعني ما ينفعش يبقى ان جي. اذا بقول لك تاني حسب معنى الفعل في الجمله. طيب لو انا جينا بصينا ادي عندي كلمه بمعنى يفكر، الذي يفكر في شيء بيتحرك. لو انت قاعد كده بتحل مساله مثلا فيزياء ولا كيمياء، قاعد تورش في دماغك تتحرك يمين وشمال، اذا حسب معنى الفعل في الجمله. لو جينا بصينا ادي الجمله بتاعتي رامي فورس الاول بقاله 3 ساعات بيفكر في المشكله، بيفكر في المشكله. اذا هنا سينك بمعنى يفكر، هنا سينك بمعنى يفكر، فتحط لها اي ان جي لان في حركه. هقول لك تاني يبقى حسب معنى الفعل في جمله، حسب معنى الفعل في جمله. لو الفعل بتاعك في اي ان جي، لو الفعل بتاعك اسف في حركه حط له اي ان جي، ما فيهوش حركه يبقى ما فيهوش اي ان جي، ما فيهوش اي ان جي. تعال نبص على المثال ده كمان.
رامي نوت علي فور 10 years لا ثانية واحدة رامي not علي since they were 10 ادانا في الاختيارات ادي has been knowing وادي has known had been knowing وادي had knowing. طيب لو جينا بصينا عندنا ادي قاعدة سينس عايزة بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام يبقى لا ماضي تام ولا ماضي تام مستمر. هنا عايزة سينس في لك تسأل سينس فور مدة زمنية يبقى على طول مستمر. لا تعال نبص على الفعل ادي هاز بين نوين وادي هاز نوين. كلمة نو يعني عارف. كلمة يعرف في الجملة فيها حركة؟ لا ما فيهاش حركة. بدل ما فيهاش حركة يبقى ما فيهاش اي ان جي. بس ادي خلاصة الكلام. ادي خلاصة الكلام. تعالى نبص على مثال تاني. قالك الولا علي not the lesson since 3 o'clock. اداني عندي ادي had understood وادي had been ثانية واحد حط شرط had been understanding وادي كمان خليها هذا عشان نقصر يا ولاد ادي عندي has has been وادي has understood. طيب ادي since طبعا مدة زمنية مضارع تام. المضارع التام ده يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر. طب كلمة understand يعني يفهم. هل كلمة يفهم هنا فيها حركة؟ طبعا ما فيهاش حركة يبقى ما فيهاش اي ان جي يبقى has understood بس. يا رب نكون فهمنا حتة. نبص كمان على الجزئية بتاعت اوعى تنسى القاعدة بتاعت it wasn't until that it was only when that. اعرف ان هنا ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام. قلنا الحتة دي قبل كده it wasn't until it was only when. هنا في that هنا في that ماضي بسيط وماضي تام ماضي بسيط وماضي تام. نركز بردك في القاعدة دي اوعى ننسى. وعايز نقول طبعا ان القاعدة بتاعتنا اللي هي بتاعت نو سونر نو سونر اكبر دي شويه نو سونر والنص الثاني منها زان هاردلي النص الثاني هوين سكيرسلي النص الثاني منها هوين. وقلنا عشان نكتب ثانيه واحده عشان نكتب بنحط هنا ادي عندي اد وهنا التصريف الثالث للفعل اما هنا ماضي بسيط. وقلت لك قبل كده ان كلمة وين ممكن استبدالها بكلمة بيفور ديت بالنسبة لكلمة نصونا. طيب صلي على رسول الله. احنا لما جينا قلنا دلوقتي ادي عندي نصونر ادي نو سونر نصها التاني ادي عندي زين قاعدة بتاعت ادي عندي كلمة هاد اللي انت عايزها كلمة هاد اهي وادي تصريف تالت للفعل وادي عندي ماضي بسيط. طبعا هنا في فاعل. احنا لما نيجي ناخد مثال I had no sooner قالك finished my work than I slept نمت. صلي على رسول الله. لو جينا بصينا عندنا الجملة دي ركز no sooner دي لو طلعت في اول الجملة هتطلع معاها هاد وراها تاني يبقى ايه no sooner تطلع في اول الجملة يبقى no sooner
هاد طلعت وراه، كمل بقى عادي. هاد اي فينيشد ماي ورك، كمل عادي. بس لما تيجي تاكد ادي وصلنا لايه في ظهرها هاد، لازم تتاكد انها تصريف تالت، لازم تتاكد انها تصريف تالت. وادي زنا اهي وكمل عادي. يبقى انا وصلنا لايه، لازم تتاكد ان وراها هاد، ولازم تتاكد ان هاد هنا في فعل وتصريف تالت. ليه؟ لان ممكن تبقى نو سونر هنا اهو ديد، وادي الفاعل بتاعي بعدها فعل في المصدر. اذا نو سونر لما تيجي تتعامل كانها عليه سؤال. يبقى سعادتك لما تجيلك الحته دي اهي، ادي نو سونر اهي، وادي ار دي لي اهي، وادي سكيرس لي اهي. حط بعد كده الفعل المساعد بتاعك. الفعل المساعد بتاعك لو هاد اهي ولو ديد اهي، طبعا دي عايزه فاعل ودي عايزه فاعل، بعد هاد تصريف تالت، بعد ديد فعل في المصدر. النص التاني عادي مع نصونر طبعا مينا زان واردلي، نص التاني هوين. اذا لما تيجي تختار نصونر في اول جمله هي وارد هي وسكيرسلي، حط بعد كده هاد، هدي او ديد، عايز هنا فاعل، عايز هنا فاعل تصريف تالت وفعل في المصدر، وفعل في المصدر. طيب فكره كمان بالنسبه للدرس بتاع الوحدة الخامسه اللي هي الكوزيتيف فيربس، الافعال السببيه اللي عندك كلمه جيت واف. خلي بالك لو انا جيت قلت لك ادي علي، الولد علي نوت هيز كار، قال لك ريبيرد اتصلحت. طيب هنحط عندنا هنا ادي عندي هاف، وادي عندي جوت، وادي عندنا كمان ميد، وادي كمان كلمه ليت. طيب ادي عندي سكور ميد وليت، عايزين فعل في المصدر من غير تو. سعادتك انت حافظ القاعده هاف وجيت، فانت تقولي طب ما علي هاف او علي كلمه علي جيت. طب هنا يا جدعان هنا جوت، هنا لو هنا هاف علي ما بياخدش هاف، علي ياخد هاز. وحتى الجمله لو كانت مكتوبه جيت، جيت مش هتبقى عايزه منها اس، عشان كده راجل كتبها جوت. خلي بالك الفعل مناسب ازاي، ده سال في حاجات اعداديه، الراجل سال في حاجات اعداديه. مثال تاني على الحته دي، قال لك احمد نوت هيز روم بينتد، يعني ادهنت قط. اداني عندي ادي ميد وادي هاد وادي كمان جت وادي كمان كلمه لت. طيب صلي على رسول الله يا بركه رسول الله. حلو موضوع الالوان ده يا ولاد. لو جينا بصينا بقى، تعالى اللون ده مش حلو، ده حلو. تعال بص، ادي عندي الروم اهي، وادي عندي بنت ده هو تصريف تالت، اذا مش هينفع لت ولا ميت، اذا هاد وجت. كلمه جت انت حافظ القاعده احمد جت، بس هنا لازم في اس عشان احمد مفرد، فده ما ينفعش. فخدنا هات، خدنا هات. هات ابوكو، بالله عليكو ركزوا في الامتحان بتاع ابوكو. امتحان جميل، امتحان جميل جدا جدا جدا، بس عايز تركيز، عايز تركيز. نفسي تركز، نفسي تركز. يعني جه دلوقتي في دماغي حته اللي هي بتاعت انكارج وكلمه الاو. دلوقتي ادي كلمه الاو، الاو دي عايزه بعدها مفعول، وبعد المفعول فعل في المصدر طبعا بتو ما دام في مفعول. طب كلمه الاو لو اتبنت للمجهول، يعني كانت مبنيه للمجهول، يعني عباره عن ايه؟ هيبقى فيها تصريف ثالث، يعني اخرها كده ايدي وقبلها فيرب تو بي. اذا ما دام الاو اهي اللي انت شايفها ديت وراها مفعول تو مصدر، مبني المجهول بي تصريف ثالث، بردك فعل في المصدر بتو. طب كلمه الاو اهي لو لا ده ما فيش مفعول وكمان مش مبني للمجهول، اذا اكيد فعل اي ان جي او اسم. اللاو، اللاو ركز فيها، ركز في اللاو كويس جدا، زي كلمه انكارج بالظبط. بص عليها، يعني لو انا جيت قلت كده اي دونت اللاو نوت ماي موبايل، ادي عندي يوز وادي تو يوز وادي يوزنج. تعالى كده بقى صلي على النبي، لو جينا بصينا ادي اللاو مفيش مفعول وكمان مش مبنيه للمجهول، ما دام مفيش مفعول ومش مبنيه للمجهول يبقى فعل اي ان جي. الموضوع بسيط بس انت تركز، انت تركز. الموضوع بسيط بس انت تركز، بالله الموضوع بسيط انت تركز، ربنا يعينكم. طيب
تعال نبص على كلمة ميك. كلمة ميك طبعا دي الحاجات بتاعت الوقت الخمس الستة والخمسة برضه. ميك لو في مفعول اعرف ان فعل في المصدر من غير تو. طب كلمة ميك لو اتبنت للمجهول ولسه قايلين دلوقتي يعني مجهول. لسه قايلين يعني مجهول. مجهول يعني طبعا هتبقى ميد وقبلها فيرب تو بي. ده معنى الكلام. اذا لو اتبنت للمجهول اعرف ان جاي بعدها فعل في المصدر بمين؟ بتو. خلي بالك من الكلام، اقرا الجمله كويس، شوف الحاجات دي وحدد. اقرا الجمله كويس، اقرا الجمله كويس، اقرا الجمله كويس هتحل. صدقني والله لو قريت الجمله كويس هتحل. اقرا الجمله بتمعن، اقف عند الفعل، اقف عند الكلمه، اعرف معنى الكلمه ايه، اقف عند ميد، شوف وراها مفعول، شوف مبني المجهول، اقف عند ليت، اقف عند اللاو، اقف عند كلمه جيت. الموضوع سهل بس انت مستصعبه. انت مستصعبه، استعين دايما بالله، استعين دايما بالله وربنا يعينكم. وحته الباراجرافات ديت اللي انت بتقول صعبه، الموضوع مش صعب. انا كده بعمل لك برين ستورمنج، عصف ذهني للافكار. حط من عندك كلمتين حوشهم من الباراجراف اللي انت حفظته. الموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب، ربنا يعينكم وانا معاكم لغايه ما انت عايزني. انا خدامكم، ربنا يعينكم يا رب وربنا يوفقكم.